الصقر في التراث الشعبي. رياضة الصيد بالصقر في التراث الشعبي تعد من الرياضات القديمة عند العرب، وقد اهتم بها العرب حتى صارت رياضة صيد لها الكثير من الأهمية. وقد بلغ ثمن الصقر مئات الآلاف من الجنيهات، وأصبحت هناك سوق تجاري لمحبي هذه الرياضة. من ضمن العادات التقليد الموجودة حاليا الصيد بالصقور زي ما انتم شفتوا من شويه كده، ده كان جزء من التدريب على الصيد بالصقور. هو المفروض طبعا ان احنا ما نصيدش بيه حمام، بنصيد بيه طير زي اسمه الحباره، موجود في الاماكن الجبليه، والارانب البريه برضو بصيدها. واللي معايا الوقت ده من النوع اسمه الشاهين، في نوع تاني اسمه صقر. بالنسبه للشاهين، الشاهين مدة الصيد بتاعته في حدود 5 سنوات او 6 سنوات في الحدود ديت. والشاهين طبعا موطنه ما هوش مصر، بيجي مهاجر، وبيجي مهاجر من اوروبا وسيبيريا والبلاد ديت. والرياضة ديت طبعا الوقت الرياضة على الوقت بقى اصبحت مكلفة ونادرة. اما عن طباع الصقر فله مزاج بارد غير عصبي، مزاج رطب، وهذا من اسباب صيده للغزلان والارانب وبعض انواع الطيور. صيده طبعا في مجموعات بتطلع في الجبال في موسم الهجرة بتاعه اللي هو بيبدأ من اخر شهر 9. المجموعات ديت يعني نسبة الصيد بتاعتها بتبقى ما هياش يعني كتيرة، ضعيفة. نطلع رحلة الصيد في أول 9، ناخد 2 و10، وبنصيدهم من الجبال المصرية من الغرب وجنوب سينة وسانت كاترين والواحات حتى نوصل أسوان في آخر 11، وبعد ذلك نعود بالصيد ونضربه تدريب تام لصيد الأرنب والغزال والحباري على أحسن وجه. والجمل صقر، أصقر وصقور، الأنثى صقرة، والصقر هو الأجدل، وكنية الصقر أبو شجاع وأبو الإصبع وأبو الحمراء. بمناسبة الصيد اللي توجع الصقور والشواهين، نطلع بحمام ونعمل له شراك، ونقعد في الجبال ننصب الخيام، كل 4 في خيمة، وبين الواحد وبين الخيمة والخيمة حوالي من 50 كيلو أو 30 كيلو، ومعانا سيارات متينة لتوريد المياه والأكل، وناخد هذه الرحلة عظيمة. ثم يقابلنا بالليل مصاعب في الجبال، ولكن بنمشي على النجم. حبينا نروح من الواحات أسوان في البر، نمشي على النجم بصرف النظر عن النهار، حدانا النهار زي الليل في الصيد.
أما عن الحديث عن غذاء الصقر فهو يتغذى على لحوم ذوات الأربع، ولكن قد يصطاد ذوات الاثنين مثل الأرانب والحباري. ومن الغريب أن الصقر لا يشرب الماء إلا مرة واحدة في السنة، وذلك لبرودة مزاجه، ولذلك يوصف بنتن الفم، ولكن قد يغير من طبيعته في الأماكن الحارة التي يهاجر إليها، وقد يشرب إذا تغير المناخ. الصقور في النوع اللي قدامنا ده الشاهين، وفي الصقر الحر، دول أنواع الموجودة بالنسبة تيجي مهاجرة من أوروبا مع الطيور المهاجرة مع البط والسنان، وتنزل رحلة الصيد رحلة الهجرة إلى الجنوب، وفي شهر ثلاثة تعود تاني إلى الشمال. بالنسبة للشاهين إنه أسرع في شوية في الصيد، لكن الصقر يعني يصيد أكثر ومسافته أبعد وحاجة كده يعني. وقد أعجب العرب بصفات الصقر، حتى أنه كانت هذه الصفات تتخذ لوصف العرب بعضهم لبعض، ومدحهم أيضا بعضهم لبعض في الكتب وفي الأدب وفي الشعر. والمعروف عن الصقر أنه يسكن المغارات والكهوف وصدوع الجبال، وقد تتغير أيضا هذه الطبيعة بالمكان الذي يهاجر إليه. الصقر ممكن يصيد الغزالة، بس بتدرب يعملوا حاجة زي يجيبوا مثلا حاجة زي جدي كده لونه أحمر، لونه غزال صغير كده اسمها البو، وبدربوها عليه، ويكون ثلاث صقور هم مش صقر واحد. يدربوا الصقر الأولين، ويضرب مثلا يحطوا له حتة لحمة هنا على بس دماغه، وبعد كده يجيبوا غزال صغير يجيبوه من الجبال برضو ويدربوه عليه، يصيدوا على طول الصقر بيضرب والتاني يضرب والتاني يضرب، ويروح على الصقر الغزال الكبير هم الثلاث صقور برضو يضرب في دماغه من هنا والتاني يضرب في دماغه من هنا يوم يصيدوه. ساعة ما يمسك الأرنب ولا الحبارة ولا حاجة يمسكه من اليوم من الحجارة كده ويذبحها طريقة شرعية تمام. فرق بين الصقر والشاهين، الشاهين اللي قدامنا ده أنثى ولها ذكر يسمى الكراك، والصقر برضه أنثى وله ذكر يسمى الزغزي. هذا فرق بينهم. والصقر حجمه أكبر وريشه يختلف عن الشاهين شوية، يعني في اختلاف. لما يكون سنه سنة له ريش، سنه سنتين له ريش، سنه ثلاثة ريش، بغير ريش على طول كل سنة وسنة يعني. يقال عن الصقر في المراجع أن من الموروثات الشعبية الخاصة بالصقر في العلاج أن دماغ الصقر إذا مسح به الكلف الأسود خلعه ونفاه، وإذا مسح به الحزاز وهذا مرض يصاب به ذرع الذرة خلص منه النبات. الملكات اللي لازم تكون موجودة في صائد الصقر. مميزات لحضرتك بيكون ذكي، لأن هي من مواصفات الفارس نفسه. ذكي، عنده حضور، عنده صبر، تأني. أن ده حيوان جارح لابد يتعامل معاه برفق وبنوع من التأني. مش حيوان يعني طائر جارح، مش ممكن انك تتعامل معاه الا بصبر وتأني. فدي مواصفات الفارس او الصياد. ازاي بتوصلوا الصقر لمرحله زي الهدوء اللي هو فيها دي وهو طائر جارح للدرجه؟ احنا اول ما بنصيده بنجيب ابره وخيط كده بنقفل عينيه بطريقه معينه كده لمده 4 ايام، وبعدين كده بعد 4 ايام بنفك عينيه ونحط عليه حاجه اسمها الكمه على عينيه كده، ونبدا نشيله بالليل شويه نسهره معانا عشان يسهر يهدى ويعرف الناس زي ما هو شايف كده، وبعد كده نبدا نطلق له حمامه عشان يعرفها ويصيدها، وبعد كده نجيب له حياه ثانيه يعني مثلا غير الحمامه لما ندربه على الحاجه اللي احنا عاوزين نصيده بيها يصيد بيها يعني. والصقر قوته فعلي؟
يعتبر من اشد الطيور بالنسبه للنظر بتاعه، والدليل على اساس انه بيبص لفريسته من على بعد كبير وينقض عليها انقضاض تام. يعني بلاحظ فعلا انتوا دايما بتغطوا عينيه بالزيت عشان حافظ على عينيه، وبرضه يكون هو مستأنس ويستأنس ويعرف الناس، ومن ساعة ما يعرف الناس ويهدى ممكن يصيد عادي، يعني ممكن يطيره عادي يصيد الصيدة بتاعته ويروح ناخدها منه، ما يكونش في خيط زي كده ولا مربوط ولا حاجة. أما عن الحكايات المرتبطة بأول من صاد الصقر وهو الحارث ابن معاوية ابن ثور، أنه رأى صقرا قد انقض على شبكة عصافير قد نصبها صياد لصيد العصافير، وصاد منها عصفورا وأكله، فأعجب به الحارث ابن معاوية ابن ثور، فأمر أن يوضع في بيت خاص، وكان يطعمه ويؤدبه ويعلمه الصيد. فبينما هو معه ذات يوم وهو سائر لاح أرنب أمام الصقر، فطار الصقر إليه وانقض على الأرنب، فازداد إعجاب الحارث بالصقر. وبعد ذلك كانت بداية اتخاذ العرب الصقر في رحلات الصيد لصيد الغزلان والأرانب. تاخد وقت عشان تدرب الصقر؟ ممكن اخد شهر، ممكن 20 يوم، ممكن شهر ونص، يعني تدريب. يعني بالنسبه للهوايه دي هوايه جميله جدا، وتاريخيا من ايام الفراعنه هوايه ليس الا هوايه مشتركه، واحنا اول ما كان لنا فيها تاريخ وهوايه جميله، وابتدى في جميع المناطق تنتشر وفي اوروبا منشوره الهوايه دي، يعني جميله جدا جدا، يعني لحظات بتبقى من اسعد لحظات.